السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم حبايب؟ عساكم بخير، الله يسعد لي أيامكم وأوقاتكم بكل خير. الأخ صلاح عبار، والله يا أخواني أنا بصراحة يعني ما كنت متوقع ولا كنت أن الأخ صلاح بيطول في التوقيف الفترة هذه كلها. تعرفوا الأخ صلاح يعني شاقي على نفسه وعلى أسرته، وموظف في مكتب وراتبه محدود، يعني الوضع ما يحتاج ان الاخ صلاح اعلامي ويوتيوبر ورجل مهذب ورجل يعني اخلاقه عالية جدا جدا. والله ما يستاهل كل هذه البهذلة، والله ما يستاهل كل هذه البهذلة. طبعا يا اخوان احنا ما نتدخل في موضوع امني نهائيا، اي واحد مطلوب خذوه، اي واحد عليه مشكلة احبسوه، اي واحد قام بخلل باي شيء باي غلط ياخذ جزاه، ولكن في المقابل اي واحد ما عنده اي مشكله هذا نرجوكم غايه الرجاء، هذا يعني تسرعوا في اخراجه، هذا تساهموا في اخراجه. بصراحه انا تواصلت مع بعض الشباب وبعض المشايخ وبعض المقربين وبعض الاخوه الحبايب المقربين من الاخ صلاح وحتى من عائلته من بيتهم، ما حد داري وش في جوال حد، ولا حد داري وش مع حد، ولا حد عارف، يعني واحد جالس جنبك ما انت داري وش معه ولا وش في جواله، ولا من يراسل ولا من يكلم ولا من يهاتف الا اذا تكلم لك هو، لان كل واحد مع جوال وعليه رمز صليت على رسول الله. فربما ربما انا صراحه ما انا متاكد، يعني انا كنت انا وصلاح في التحقيق في البحث الجنائي، يعني مسكوني انا وياه الساعه 4 العصر واخذونا الى التحقيق، أخذوا جوالاتنا وطبيعي يعني حتى والله كانوا يقولوا لنا ما في أي شيء، يعني كلمة ورد غطاها وبإذن الله ترجعوا وتناموا في بيوتكم. الأخ صلاح من بعد العصر تقريبا أو من بعد العشاء إلى الساعة 2 حققوا معاه وحجزوه، أنا حققوا معي تقريبا ساعة ساعة ونص، والحمد لله طلعت أموري طيبة وصفحتي بيضة وطلعت بريء. فتشوا جوالاتي، فتشوا كل شيء، فتشوا الرسائل، يعني ما خلوا حاجة، وكتبت تعهد وكتبت كل شيء وطلعت براءة بفضل الله. كنت أتوقع أن صلاح بيطلع اليوم الثاني، ما أناش متوقع أن صلاح بيتأخر. بعدين مع طول المسألة ومع تأخر الأخ صلاح في التوقيف، لعلمكم ما هوش مسجون الأخ صلاح في التوقيف، لما تأخر الموضوع أكثر بدأنا نقلق، إيش المشكلة إيش الموضوع. فوصلنا إلى حل، موضوع أنه الأخ صلاح ما هوش محجوز في البحث الجنائي بأمر من الدولة هكذا، لا، الأخ صلاح عليه شكوى من أحد الشباب وهو صاحب صيدلية. صاحب الصيدلية هذا اتهم بعض الشباب أنهم نزلوا عليه منشورات وأنهم تكلموا عليه أنه كذا وأنه من الكلام هذا كله اللي نحن ما لنا دخل فيه نهائيا. أي غلط يقوم به أي صاحب محل في دولة تقوم تراقبه، وأنت إذا في شيء روح بلغ الدولة بس، ما لك علاقة انك تسوي منشور، ولا لك حق انك تشهر، ولا لك حق انك تسوي كذا. الاخ صاحب الصيدلية شكله اشتكى على 3 اشخاص من ضمنهم صلاح، واثنين ايضا غير معروفين اسماءهم مستعارة على الفيسبوك. فالله اعلم هل حصلوا في جوال صلاح، في مراسلاته، في ماسنجره، في واتسابه شيء، الله اعلم بصراحة. يعني أنا كتبت منشور وقلت إذا كان حصلوا عليه شيء فيأخذ جزاءه بمقابل الشيء اللي حصله ويخرج إن شاء الله بإذن الله. لكن إذا ما حصلوا شيء فليش الأخ صلاح يتأخر في السجن؟ ليش؟ بصراحة احنا والله زعلانين على الأخ صلاح، يعتبر واجهة للبيضاء، ودائما معا لتكون البيضاء أجمل. منشوراته والشباب وفيديوهاتهم مضحكة ومسلية. سرعوا يا إخواني، يا أخ ماجد، يا أخ إبراهيم، يا شباب، يا أستاذ زياد، يا سرعوا في خروج الأخ صلاح من التوقيف. وعلى ضوء هذا الخبر وعلى ضوء هذا الكلام، صاحب الصيدلية نحن ننشدك بالله يا صاحب الصيدلية، لما حولوا ملف صلاح إلى النيابة العامة، النيابة العامة رفضت تستلم الموضوع. ليش؟ لأن موضوع الأخ صلاح قالوا غير مستكمل، لازم يحضروا 3 صلاح وهذا اللي معه اللي هم متهمين. طيب بالله عليكم من فين يجيبهم صلاح أو أنا أو فلان أو آل عبار، من فين يجيب لهم متهمين؟
وخصوصا اسماء وهميه. حولوا ملف صلاح الى صنعاء، الى النيابه العامه في صنعاء، او احكموا على الاخ صلاح في نيابه البيضاء بما وجهت اليه من تهم. يا جماعه الخير، الواحد 24 ساعه بس في التوقيف وبعدين يتحول على النيابه العامه. لا يجوز ابدا انه اي انسان يتاخر في اي توقيف او في اي سجن اكثر من 24 ساعه حتى يتحول الى النيابه او الى المحكمه. اذا حكم عليه القاضي او النيابه باي شيء هانا، ما احناش معترضين نهائيا، لانهم ما حيحكموا عليه الا بدليل قطعي انه اخطا او حصل كذا. في نهايه هذا الفيديو انا اوجه مناشده ورساله خاصه الى الاخ صاحب الصيدليه. يا من عاه يا اخي، خاف والله يا اخواني، اعفوا لوجه الله. ليش عاد احنا قبائل؟ ليش عاد احنا اصول؟ ليش عاد احنا اصل العرب؟ ليش عاد عندنا احنا شيم ونخوه ومعرفه؟ يا اخي الرجال ما ضرك ولا وصلك بشيء، كل الضرر جاء من الاسماء الوهميه. فانا ارجوك يا صاحب الصيدليه، ارجوك والله لو انا في البيضاء اني لا اجيك للصيدليه ولا اطلبك طلاب. يا اخي روح الى اداره البحث وتنازل عن الاخ صلاح، ونحن نلتزم لك ونوقع لك ونتعهد لك، انا والاخ عبد الله عبار وابو انس وكل جماعته وكل اخوانه واولاد عمه، ان صلاح ما حيتدخل فيك مره ثانيه، ولا حيكتب عنك، ولا حيتدخل في مواضيعك لا انت ولا صيدليتك ولا غيرك. اتركوا الرجال يترزق، فكوا الرجال يروح لمكتبه والى شغله والى اولاده والى اهله وهو بخير. طولت عليكم بس والله اني موجوع ومقهور على الاخ صلاح، ولا احد يزعل مني، هذه حرقة على اخي وصديقي وزميلي الاعلامي الاخ صلاح عبار. تحياتي لكم، وان شاء الله تكون وصلت رسالتنا الى الفنادم والى الاخوة في البحث الجنائي والى ايضا الاخ صاحب الصيدلية وغيرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.